تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية قادمة من باريس الفرنسية عمقت من مشاكل قطاع السياحة في مصر. وفقا لوكالات الأسفار هنا، مبيعات التذاكر لهذه الشركة لم تشهد انخفاضا كبيرا حتى الآن، لكن رغم ذلك يؤكدون أن أعمالهم ستعاني حتما خسائر بسبب الحادث، وإن لم يعرف بعد ما الذي أدى إلى هذه الكارثة. شركات الطيران مش مهم ان هي تكسب ويبقى عندها مكاسب وفلوس كتير، لكن هي رمز لكل بلد، بيكون وسيلة الاتصال ما بيننا وما بين اي دولة تاني في العالم. فان تحصل مشكلة زي دي، ده اكيد هيأثر علينا في السياحة بشكل سلبي وكبير، خاصة ان الموضوع لسه لغاية دلوقتي ما نعرفش ايه اسباب سقوط الطائرة. آخرون مهتمون باقتصاد مصر، يقولون إن تكرار مثل هذه الحوادث خلال مدد قصيرة ربما هو أمر مقصود لضرب هذا القطاع الذي يعتبر قوة دافعة للتنمية الاقتصادية في البلاد. منذ يمكن بالذات محاولة خطف طائرة إلى قبرص، وأنا برضو أتكلم عن مشاهداتي، انه بقى في يعني استنفار شديد جدا في اوساط رجال الامن المصريين والمجتمع دفاعا عن بلدهم. الناس استشعرت الخطر، انه تكرار هذه الحوادث مقصود به فعلا، بغض النظر عن اذا كان في مؤامرات ولا مفيش مؤامرات، انه بلدهم يعني ايه يقف حالها كما يقولون او تتعطل اقتصاديا. منذ ثورة 25 من يناير عانت السياحة المصرية تدهورا شديدا بسبب عدم الاستقرار وتدهور الوضع الأمني آنذاك، ما زاد الطين بلة تفجير الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي، وبعده محاولة خطف الطائرة المصرية إلى قبرص قبل نحو شهرين، لتأتي هذه الحادثة كما يقول مراقبون لتدق المسمار الأخير بنعش السياحة المصرية.